culimada iyo dadka ahlu diinka ol ola khatar ba ku socora oo taala target gareynayo oo sharaftooda iyo dhagtooda marka wax laga sheegayo oo hadii la ku rooyo dadka in laga hoosiibo la doonayo markaas waxa laga yaaba inta loo koodo oo laysu yimaado in la dhahdo la ceebeyo oo la dha ka quraanka dhiga in inta yarba ku fasaday waa been abuurad cad بلا دوفيرس محلوش معنا حكى لقو سعدا وحل لقو سعدا منهج كان وديقا يا قرآن كان وحن بارسي هي الدين تنتدك وبرايو أيا لدونا يا إن تدك لنعسيو ركلا يا معالك يا قرآن كان حمان تاسبي وعدتك وقو قيمها بدوي ساو النبي الشجاع عليه الصلاة والسلام مركا عدة وحا سمين سئي وحا سوكلا لقو أركو إن تلابا عدك أو قعن برا لقو قبتوي إلى المجتمع عدد كي أقوم بدنا أي أقول شرف كبدنا أي أقول قيمة بدنا أي هذا اللي كله إلى هاي كلام كي سدد كبرة يي أي جهل قدد كمرك حويان أي كشف يي مرك سال لو تارك لو وين رو أي بدنا تهرن تعسيمك ويسوتر مسا حلاقة ما توقف بهاد لمرك سودر شيريا كل قاسة وحلاقة يا إنه برقده أو وحويان أنت أو مثلا إنه قارو إنه برقده hayaaba hay nagu soo badanaya aakhiru zaman kay kamid tahay ee iyo ololaha la nagu la jiray dadka muslimiinta lagu la jiro culimada iyo dadka ahlu diinka olola khatar aba ku socora oo taala target gareynayo oo sharaftooda iyo dhagtooda marka wax laga sheegayo oo hadii la ku rooyo dadka in laga hoosiibo la doonayo ilaan kuwa leeri wax weydiya culimada way cidan wax weydiinaa ilaahay nafaray فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل العلم قويديها ديدان قرنين بها رب الله سبحانه وتعالى وأكو أنبياء النحلي العلماء ورثة الأنبياء وكتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام علماء دونيه كو أنبياء النحلي نحل كي أنبياء كو سيدواء يغا حالات هي حالاشا كو ددك وكال الشيغي وكال عطينا يواء علماء حق إيا بادلك كو علماء كددك وكال الشيغي يواء علماء shirkiga iyo marti tawxiidka iyo shirkiga kuwa marka dadka u kala sheegaya waa culimada sunnada iyo bidcada kuwa dadka u kala cadeynaya waa culimada taacada iyo macsiyada kuwa dadka u kala saafaya ee u kala cadeynaya ee kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga kaleey sam garanaya waa culimada hadii laga ba kari waayo ka war hadii laga ba kari waayo soo khatar ma waa وأنا ترجع شرفته ذا إلا حيلا لدوني شرفته ذا وحلا ير ودتك اللي جوه سب إلا انقفك مركا شرفتي سلا دعوة دتك بقى دتك وحبك كده يصير مايا والله جو بين أبو رنيا وحنو سمينين بعد دش لقى سارية نندر أو إلهي الدين تي سبارة يو دتك وجو قيمة بدن ودتك دتك إلهي الدين تي سبارة خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث صحيح وياه نبي قال عليه الصلاة والسلام دتك واحد وقيمة بدن أو خير بدن دتك إلهي كتاب كسي آيات كألا برتاي دتك نصي برايا بقلال إيه بقلال إيه كمانان أيا لوجي يا إيه آن قالوا بلا قرنين ألف يا بقى آن قرنين مركز واحد سو صار يان إيه عن ظهر لقيب إلهي كتاب كسي كلام كيسة واحد ويسا وخريا وأد مدينه ملاك خريا مركز واحد لقيا بقى أنت لو كورو oo laysu yimaado in la dhahdo la ceebeyo oo la dha ka quraanka dhiga in inta yarba ku fasaday waa been abuurad cad baad oo fiirso maxaa loo jeed macnaha halka lagu socdaa waxa lagu socdaa manhajkan u dhigaya iyo quraankan u xambaarsan yahay diintan dadka u barayo ayaa la doonayaa in dadka la nacsiiyo marka la macallinka quraanka xumaanta sameeyay waa dadka ugu qiimaha badan weeye ساو النبي الشجاع عليه الصلاة والسلام مركا عدة وحاسة سمين سئ وحاسة وكلا لقو أركو إنت اللابا عدك أو قعن برا لقو قبتوي إلى المجتمع عدتك أقوم بدنا أو أقول شرف كبدنا أو أقول قيمة بدنا أي هذا اللي كله إلهي كلام كيس عدتك بري أي جهل عدتك مركا حويان كشف أي مركا سالو تارك لو ويرهرو way badan tahay arrinta asimka way soo tarmaysa kuwa kale culimada wax ka sheegana way jiraan waxba ma sheegaan waxba
مهر هذا يسكت قدر شرمش هذا يسكت قدر ليلة والنهار علماء إلهي علماء واقوى ليلة والنهار وحوي دروس النور جاية دين تإلهي نبرايه هي اللي بكون وسميسية يسكت إلهي هذا كوبنا هذا قارب مدائرة كقبصتي نوع أرلاء كقبصتي رجسها رجس هذا رجس يسقو بحكي شيء جيه اتق الله يسكت إلهي إلهي لك عبس سبحانه وتعالى إذن إخواني في الله صفات كيتي المامها أيلي هنا يكون فيسيهن وحوي أنا إلهي سبحانه وتعالى تلبامي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى عرأت قل أقبتان بقى لله سبحانه وتعالى يا عدالة إذن ويدار عدالة فلا بقى لله تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى تاسبة الله كعبسي قوله الله كعبسي قوله كان قفكو إنانو عدالة إنانو ظلمي الله إيمان وآنو حد قدبين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى عدالة فلا بارب لتبارك وتعالى تاسبة الله كعبسي قوله